ابشروا بالخير ابشروا بالخير. عرس 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 ابو ظبي كلها مهرجانات واعراس. هذا اليوم ابو ظبي يبست عروس. امست عروس باي تعزب اصبحت عروس. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا ابوي يا من امسى فقير واصبح غني. اصبحت ابوي ابو ظبي تقب كبرها عنثر الليل. قدرة قادر كم فيكون رب العالمين يسر لها الامور وغدها تتلق بكبرها. هذه ابوي ابو ظبي. ابو ظبي ابوي عرس 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 عرس. شوفوا مكسار مكسار. حد شال زهاب حد صار يحطب حد يا ربي يا السيايير. شوفوا انت شوفوا ها كلهم جايين يشوفون زهاب. العروس ابو ظبي وهذا ابوي مكان المكسار. مكسار مكسار بيت المعاريس. يا سلام شوف الحصن والدنيا البروي. يا سلام سلم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. ما بعرس عادي عرس ملكي. دوريات الشرطة والدنيا يا ربي يا هي علوم. ها شوف انت ها كل لاجلكم مدعاين. الحاضر منكم يعلم سرعة تبارك الله فيك اللي قدام. هذا شال ابوي تراتيب مال الجذور. عرس اقولكم عرس له اول مال التالي ما حد تم في الدنيا العود ما دعوه. هذا بيت معاريس هذه دروازة تم. هاي دروازة المعاريس الرئيسية بوابة المعاريس الرئيسية هذه. ها سكتي عاد انت ما يخصك. هذا بيت المعاريس هذا بيت المعاريس. شوف العالم شوفوا داعي ناقع داعي من متى من متى الناس داعينهم داعين العرب من زمان. المعاريس لو حد مرحبا بك لو يجونهم وايدين ما يجونهم بهالكم الهايل. لكن المعاريس ابو هاي جايينهم ابوي جايتنهم طيور بليها مناجيب. شوفوا يا ربي يا ربي ما حد يسوى لهم سبب. ما نقع الصايح من متى يدعون من متى ناقع الصايح يدعون العرب. قربوا 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 قربوا. عرس ابو ظبي عرس ابو ظبي. فتحوا البيبان وفتحوا الدراويز. ها فتحوا الباب العود فتحوا الباب العود. طالت عماركم شيء مدخل للرجال ومدخل للنساء. هذا اللي للنساء وهذا كله للرجال. السلام عليكم. السلام. ايش حالك؟ هلا بك. شوف ما شاء الله كله مرتب وكله فنان. مال الرياي روحهم ومال الحريم روحهم وسلاسه في الدخله وسلاسه في الظهره وعلى ما تشوفون الكم عين الثالثه. النعمين بيت الحريم روح منهم. ها شوف شوف اللواد خلاص يا ربي. هدى تعالي ياي تدخل مدخل رياي الغرب. والله لقينا وياكم العام في نعم دلهي في دلهي. نعم نعم انتم حد بالعياله. نعم فرقه العياله ليه سايرين. ها يوم سايرين عندكم ويلي انتم فرقتكم عياله ويلي ولي فرقه عياله ويلي. بس احنا كنا سايرين عياله للسفاره. نعم التقينا وياكم العام في السفاره في الفندق حياه رجنسي تقريبا ويا فراشي. شلات شلات الويلي الشي والله شلات الويلية هذه عايق وحدة. عطني وحدة وحدة ما يحضر للحين لازم ولو وحدة على الخفيف. ما وحدة عاد خلص انت. ايه عيالة عيالة زين. لا ما نبي عيالة عيالة لا حجيب عليها ولية. ايه عاد الحين ما ليله تعرف انت اصحاب الطرايق اللي هم الكبار شعار. لا وانت ما بصغير. لا انا وياهم الا مكمل. يعطيك العافية. الله يحفظك. الله يحفظك يا ابو محمد. مرحبا مرحبا مرحبا. ها هاي بداية المهرجان طالت اعماركم. الله يرضى الله. بداية المهرجان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا هذا باب المعاريس. هذا باب المعاريس من تدخل ابو يمينك ويسارك. كلها يدرات وكلها حفيزات وكلها بنوك وكلها محلات وكلها الدنيا. ها الخير خيرهم والشر لغيرهم. عاد ولا السنة ولا السنة السنة شيء تول شيء بالعظمة. السنة مسوي شيء لا شد صار ولا شد استوى. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تروم تمشي ما تروم تمشي من أمم لا إله إلا الله. ها حدث ولا حرج لكم عين تنظر. ما شاء الله تبارك الرحمن. أبو عثمان شوف شوف اللوادم عثمان. روح عين الله ترعاك. ما شاء الله ما شاء الله اكبر
عاشق واحبك يا بدر. الله اكبر. الفراق فارقنا في ام الدنيا وتلاقينا في كل الدنيا. يا مرحبا. الله يجزاك. يا مرحبا حبيب. اولا لمزيد معلوماتك لازم تعرف اني اي لاف يو. اشكرك. اي والله اشكرك حبيب. حبيب الله يسلمك. كم انا سعيد بهالشوف. الله يسلمك. الله يسلمك. احس انك متلوم ليش؟ بالعكس 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 اتشرف. يا مرحبا ابو علي محمد البادع. كيف الحال حبيب؟ كيف انت؟ هذا محمد عثمان مبارك علي الزعار على سن ورمح. معروف. اي والله. الله يسلمك ابو علي. كيف الحال؟ كيف انت؟ كيف محمد بن عثمان. السلام عليكم. محمد البادع. كيف حالك؟ حياك الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ حياك الله. ما شاء الله. يا هلا وسهلا. كل الناس فرحانه وسعيده. اكيد فرحانه وسعيده. الشرطه العسكريه والدنيا على ما تشوفون. ها هلا بيس هلا بيس. شوف العالم. العالم كله ابوي تزير. كلها زيرتم وحده. وين ابوي الطرب والاناس الناس ساره؟ ها ودروا كلهم صار ابو يربعون ورا الموسيقى. ما في انسان شوف ونيت لا يليج في عقلك انك انت بتحين وين بتسير وين بتيلس وين بتف متاهه. هي متاهه الشهب خيبه. شوف هذا المدخل. لكن انت لين تاخذ لك رون كامل من اول المكان لين اخره كانك جاي الضحى بتخلص نص الليل. نيت الضحى ما بتخلص قبل نص الليل. لا بد انك تعرف هالمعلومه. وكل مكان أيد عن الثاني. السنة نسوي لكم شيء لا تصار ولا تستوى. لا أعرفه لا الأوليين ولا التانيين. على تكاليف أبراج الكويت. على تكاليف أبراج الكويت. لكن نحن طالة أعماركم اللي الحين بنجربه هذا الحدث الكبير. هذا الحدث الوحيد من نوعه والأعلى يشتل بكبوي من الأرض بين شبد السماء أكثر عن ما يندرى كم حول 100 متر. هذا 70 الله أعلم به. هذا فوق كوفي تصير تقهوى فوق وترد تنزل. البادع كم متر هاي يصير؟ والله نعيد حق شيء بنعرف بس ما أعرف 300 400. لا شو 40 و70 متر. والله عليك هي ناس تخميني. ها يعقوب هذا عبارة عن شو؟ هذا اللي قدامنا هذا محمد مطعم طاير. ايه شركة هاي شركة فرنسية. نعم عندها أكثر من فروع في حوالي العالم. هذا نعم. يمكن في أبو ظبي أول مرة يقام هني في مهرجان شيب زاي. نعم موجود في دبي. موجود نعم في دبي اليوم في المهرجان. أول مكان في أبو ظبي موجود في مهرجان الشيخ زايد. أنا مثل ما قلت لكم
ان طالت اعماركم كل سنه من يوجه في المهرجان نهار ثاني يبتدون اجتماعات اللجنه المنظمه ليل بنهار يبتدون افكار وتنفيذ. هذه مثلا الحين الكوفي هذا الطاير هذا من الافكار الجديده من الافكار هذه وحده من الاشياء الترفيهيه. هذا هاي فلاينج كاب and I'm JB, I'll be your guide for this evening. Well, no. I just want to give you guys a quick tip. The kids, please do not leave in front like this. Not do it, okay? المهم بيشرح التفاصيل. المهم طلعت عمرك. أتي أفكار جديدة وتم تنفيذها من العام بالسنة. ليه؟ لأجل هاليوم. أمس تم الاتفاق. وحين بتشوفون الدنيا كلها. شيء مفرح. يجيب السعادة. كلها هذه أفكار ترويجية تفرح الناس تفرح العالم والنساء. هاي أشياء هذا أبوي ها يبوي لك شيبس أبوي مات محمد لا يبوي هادو ها شيبس أحيو يا بطير بطير يا بطير تسمع هناك تسمع أبو محمد ايه ايه والله يا أبو كار هذا شال لنا فوق قلب ابوي هناك عند الطرف عند هل اليمن بييكم صبروا علي صبروا والله ما تريني ما تسرش اللي اول عندكم هل ابوي الطرف هل اليمن هل اليمن الشرح ابوي عندكم قلبي ما يعشق الا كل زينه ثاني عيوني ما رأيت مثلك حزينة فوق يا بطول لك انت ربعك انبات الكاري أربع الله محمد الباد طالع انت بابتسامه واكبرها من فوق هل 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 الكوفي اللي انت طاير تشوف الوثبة كلها يا ربي هندوكم يا ربي هذا كويك النادي العالم يا هي خلوق يا هي خلوق يا هي خلوق المهرجان عود ما ينقصى ما ينقصى ما ادري كم من مساحة وكل سنة يكبرونه وكل سنة يكبرونه وكل سنة يكبرونه وهاي نحن اللي فيه حين يحتاس كل دقيقة في مكان لين يكمل لفتين ثلاث يا هي مطاعم يا هي كافيهات وطرب يا هي دنيا بسم الله بطير هدى ايه بطير ومخيش ما تتوقع 40 متر اكثر لا لا 40 لا لا ما ظني 40 اي 40 لا ما تبين ها والله هي طالع يا رجال
حد وين ولا ارض وين اي 40 اقول لك هذا مقبض دوك انت ما شيء ما طارت هني هي لبيس ملايم اي والله في الارض في الجو ما شاء الله عليك محمد شقار ما شاء الله الف مدج بعد كتب محمد بتخيس كدورك ريم ريم وانتي لولو دائما طالع عليك بس ايه الله لولو جميلة لولو لولو جميلة لولو لولو محلاها لولو على جمالها المهم تجربة جميلة انصح باللي بي المكان هذا لازم انه يجرب هذا الكوفي اللي صق شبد السماء والله ما عليكم ترى مش بسيط يعني تشوف يعني خرت نايم يوم أقولكم تحس إنك في عرس لازم تصدق يوم أقولك إنك تحس إنك في عرس عرس داعين العرب كلها اللي في الدنيا العودة من كل جنس من كل جنس كبار صغار مواطنين أجانب من كل العرب جايين فئات الناس المجتمعية كلها جايين ما شاء الله تبارك الرحمن سعدي شو الإضافات هذه الجديدة المستوية أنا أشوف كمية مطاعم وايد كبيرة وأسامي براندات عالمية هذا الفرق أبو محمد أيوة السنة. مستوى المطاعم وايد أعلى نعم وأسماء وبراندز مثل ما صبر 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 صندوق 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 البيك البيك يا أبو موجود هني نعم كيف من مت هذا البيك وبول موجود وفي في أما في أسماء وايد كبيرة موجودة سبحان الله متى حالهم يبنون هالدنيا متى راموا إنشاء قسم للبيك هذا روح أي بال السنة كاملة صح هذا أتوقع مين يشتغلون من العام نقدر نسير نطالع هناك تقدر عالم وايد تحت عند البيك يأتي من فوق قلت بطالع بصور قبل شوي صورت لكم الأرتفاع ما أدري كم متر ما في كبد السماء والحين أصور لكم من هالمكان اللي القرب مرة الحين طالع معك بسير أصور لكم منطقة هني منطقة الألعاب ألعاب مش أي ألعاب عادية يسمونها ألعاب الجيل الجديد هاي منطقة ألعاب هاي اللي تشوفونها هاي الأول مرة حدث جديد وايد بيوز لكم للألعاب الافتراضية عالم الافتراضي منصة كاملة حمى رويكم كان 98% عائلي إلى أبعد حدود 98% والله اللي مرحبا يا مرحبا أقول أنا ملك الألوان أربع الله الألوان اللي عندي هذا خضر شرق هذا ما بخضر يا أبو لا لا خضر هذا فستقي شحاك وجاس الله يعاوي بشعارك وين السلطان سلطان بغربي بسرعة الله يحافظه أنا من حجان هذا ها عرفت الرجال من هل محمد مهند أنا اسمي خالد شو أخبارك يا محمد من وين أنت يا محمد وين اي منطقه في السودان بحري شو اوضاعين عندكم الحمد لله ان شاء الله خير خير ان شاء الله ان شاء الله الله يهدي الامور ان شاء الله وترجع الامور زينه تكونوا سعيدين وفرحانين ومبسوطين يا رب العالمين امين انتوا اهل السودان غاليين علينا والبيت اللي ما يعرف سوداني ولا عنده صداقه ويا ناس سودانيين هذا ما بيت اماراتي ولا يوجد اي منزل اماراتي ما عنده صداقه مع عائله سودانيه كانوا مدرسين او دكاتره او دكاتره في الجامعه او كل شيء الله يبارك فيك سعيد يا مرحبا متابعينك تتبعك العافيه يا مرحبا وسهلا الله يخليك وش اسمك انت هذا شو هذا انا عدال عادل على فكره ليش عاد هالشكل؟ ليش انت هالشكل؟ والله افا عادل ما تعرف عربي؟ بس عادل انديا تعال يلا تعال السلام عليكم شو اسمك انت؟ عايشة حسن عايشة حسن وانا اسمي خالد احمد
السلام عليك استاذ. حال استاذ خالد كيف حالك؟ استاذ مخلص. استاذ مخلص كيف حالك؟ الله يخليك. بشرني عنك. الحمد لله. حين استاذ مخلص هذا الحدث اللي انا اول مره اشوفه يوجد في شنتيه مهرجان ابو ظبي اول مره. نعم. هذا انا كم سنه حين موجود في المهرجان؟ اكثر عن 8 سنوات. نعم. وهو موجود مهرجان من قبلي. نعم. لكن من 8 سنوات انا اول سنه اشوف هذا الحدث. صحيح. عباره عن شو؟ احنا الان دخلنا ال 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 الاي الاي جيمنج والفيديو جيمنج على المهرجان. نعم. بحيث انه انت عندك الجيل الجديد. نعم. صار الاهتمام تبعهم الموبايل جيمنج والفي نعم. ار جيمنج. نعم. والدوري الدوريات هذه المنطقه الدوريات اللي هو يشتركوا فيها الاولاد. نعم. لحظه اونلاين اقول لك هذا الريال من هذا خوز انت. آه. هذا هذا واحد من الشباب الموجودين بالتيم تبعنا. انزين وهذا الشاب واحد هذا من التيم تبعنا وهاي البنت كلهم من التيم تبعنا. هاي شي يسوون هذول يتابعون المتسابقين. هي. يتابعون الاوبريشنز. نعم. النادي في عندنا احنا 16 موظف موجودين. هي هي. لخدمه الجمهور. نعم. بس كل المرات يعني هاي يشرحون من الشركه. أها. يشرحون الالعاب. الشركه عباره عن شو؟ احنا شركه فعاليات. أها. اداره فعاليات ومناسبات. نعم. وبرضه في عندنا احنا شراكه مع الشركه اللي تقوم بهذا المجال. نعم. سيستر كامبلي لنا. أها. تقوم بهذا النشاط واحنا تشاركنا معاهم على اساس نجيبهم على المهرجان. نعم. اول مره تصير في المهرجان. ايه لا لا انا ما قد شفت اول مره اشوف هالحدث. المبنى هذا الطويل عندك الحين هذا منهن؟ هذا المبنى الرئيسي. وهذه الكباين عباره عن شو هذه كلها؟ انواع مختلفه من الالعاب. من الالعاب كل كابينه فيها العاب. لكن هاي الرئيسيه. هذا الرئيسي. هذا يعني الجيم شو هو هذا؟ هذا هو الاي جيم. الان في الاولاد الايام هذه يمكن يشتركوا اونلاين. نعم. في العاب هي. الكترونيه. نعم. يتسابقوا فيها. يصير فيها دوريات. يتسابقوا كالهورس رايدنج يعني ولا ولا عندك جيمز ممكن رياضه. هي. هذه المنطقة يمديك تستقبل فيها تقريبا 60 متصايد ما شاء الله في نفس الوقت كلها اونلاين جيم. 16 ايجر يعني 18 سنة وما فوق ممكن تبدا من 10 12 سنة. انزين وهاي الاقسام نفس الشيء الالعاب الالكترونية مثل ما تشوفها اللي فيها فيرتشوال رياليتي هناك للترانسفورمرز. وين نقدر نجرب لعبة منهن؟ نبي محمد عثمان وهدى. يا هدى هدى اه محمد عثمان طالعوا وين اللي بتشاركون ويانا انتو؟ اي جروب اي جروب هاي جروب النطيحه المترديه هذا جروبي انا لا حول ولا قوه الا بالله. وين النشاط وين الرياضه وين الدنيا لا حول ولا قوه الا بالله. شو هاي الحاله؟ هذا ستيشن واحد صح؟ صح. انزين وهذا الثاني ها في ناس ونحن وين بتعطونا؟ يلا هدى اول بادي انت هني ها يلا هدى تعالي تيلسي ما يقلبك يصير يسيتي يقلب يلسي يلسيتي فوق ركبي آمن آمن هي يعني استخدمها من نشبه تفضل حسوع يلسي يلسي يلا محمد يلا بوي How many score? 301,000 Sorry? 301,641 It means she gained She's really good yeah, she's really First good. time Thank you Thank you He fazed her أول مرة يا بت سكور يلا بس على أي زر من نظرة المدرب أيوة بس على أي واحد الحين بدأت معاك انت بس الحين لسه بس الثواني راح تشتغل كذا الحين انت تحكينا فيها. الحين وحوش ما تخلينا ولا واحد.
هذا اللي شوفوه بالنظرات هذا إيه. شوفه على الشاشه شوف انت الحين هاي هدى تتصارع ويا هاي هذه هي تسوي هذه هدى تطلق على هذيله على هذيله بالشاشه هذا الفيرتشوال ريال والله حلوه والله دوكم عمي عمي ها حلوه اللعبه ادريبها انا اشوفك اشوف الحرب بدايه هاي اللي تشلينها يا ستورين على شيء دبابات الحين ادور على عمي ابي قلت له اويس اويس تور تور محمد تور احيهم ادري عم نشوفه ايه الحين هذا انت هذا اللي تشوفه محمد يلا اطلق عاد النار روح روح ابو عثمان روح بابا press all your guns هوس اطلق الرصاص ايوه هو روح روح ابو عثمان روح روح ايوه روح ابو عثمان ايوه شوت دور 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 روح ايوه روح ابو عثمان يا ابو عثمان شوف انت ايوه شوت بابا شوت 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 فوق بابا فوق 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 يصورون هذا يصورون هذا يسار 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 بابا يسار 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 ايوه ايوه فوق 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 مية 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 دور اطلق رصاص روح حلوه اللعبه ادريبها انا اشوفك شوف اشوف الحرب اللي دايره هلا تشترينها يا ستورين على شيء دبابات شوف ادور على عمي ابي قلت له شوف اويس اويس ها محمد ثور صوبين عليهم كلهم احيهم ادري عم نشوفه هذا انت هذا اللي تشوفه محمد يلا اطلق عاد النار روح روح ابو عثمان روح دوز دوز ايوه بابا بريس اول يور غانز هوس 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 ايوه هوس هوس روح روح ابو عثمان روح ايوه روح روح ابو عثمان اضرب اضرب هاي خمسين طلقة أطلق ناجح ما شاء الله ها 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 بالراضة ثور فوق فوق محمد أيوة فوق روح وانت تثور
راح بعثمان والله ها شوف شوف هلا كبير بابا كبير ما شاء الله عليك يا عثمان ما شاء الله عليك يمين بابا يمين بعثمان ايوه ثور يمين 89,000 ما شاء الله عليك يسار يسار بابا ايوه حركت بناية كاملة يا ابو عثمان لبقت الضيان فيها راح ايوه بابا فوق فوق بابا فوق ايوه بابا فوق يمين ايوه بس وقف 90,392 يعني تقريبا 100,000 سكور محمد تسع بابا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن كم دناي حرقت يا ربي اسميك سويت شيء ما حد سواه يا محمد هي والله يبس ها شوي هذا هو تجسيد للفيلم الحقيقي اللي كان عربي انت تكون داخل الفيلم ها هدى شو والله شو تسوي جربتي هذا قبل حلو هي شخصية انت فيها شكرا جزيلا شكرا تيو بارك الله فيكم في شيء ثاني نقدر نشوفه لا يا ابوي ما في يصير يوم خلص شكرا جزيلا بارك الله فيك شرفنا فيك اهلا وسهلا ومكانكم جميل وانيق وانتم انيقين مكانكم الصغير الله يخليك شكرا حبيبي انا ابن احمد وانت محمد والله والنعم اي صف انت سادس وانت خامس ما شاء الله عليك وين ساكنين ما شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله يوم بتكبر شو تبي تشتغل يلا بنكون طيار وانت رايد فضاء انا ابو رايد فضاء بنروح وحدك ليش لا احنا ما شاء الله كل الشباب رواد فضاء ايه ان شاء الله انك تسجلون في هذه تعلم رايد فضاء امين ان شاء الله علومك ابدا شكلك حزين بلي يا سلطان نعم قوي هذا اي والله انا نرقبه بيرجع ان شاء الله لحد ان شاء الله هو وين في السلع نعم في السلع يغطي مهرجان السلع اي الله يحفظه لا اسمك الكامل خالد حسين يزيدي ما شاء الله عليك خالد؟ ايه خالد؟ خالد حسين يزيدي ما شاء الله عليك اي صف؟ رابع زين يوم بتكمل الدراسة وبتخرج شو بتشتغل؟ جيش شرطي ولا جيش؟ ولا الاثنين؟ اثنين اقول لكم اليوم بالذات والسنة هذه غير عن كل السنين يلا حبيبي شو اسمك انت؟ هيا اسمتي جنة وانت راشد وهاي انت اخواني اي صف هيا وانت
هيا منو عندكم في بيتكم اسمها هيا؟ منو من اهلكم اسمها هيا؟ حد اسالي اسالي منو؟ اسالي امك وابوك منو؟ على منو مسميني انا هيا؟ لازم تعرفين، لازم تعرفين مسمينك هيا على منو؟ لازم تخبرينهم اللي مسميتوني هيا منو من اهلنا اسمها هيا؟ لازم تعرفين. وانت بعد نفس الشيء زين؟ يلا يلا مع السلامه شباب. يلا حبيبي شو عندك ابويا؟ توت شامي. ايه توت فريش ينور الويش وطول الرمش وخفف الكرش. كيف خفف الكرش؟ عطوك حمل الكمان. اي خفف الكرش. العافيه ان شاء الله. وغيره؟ وغيره توت شامي. يلا مره ثانيه بعد واحد توت شامي. حبيبي العافيه. شو يسوي توت شامي؟ توت شامي طول الرمش ونور الويش وخفف الكرش. توت. هذا شو؟ هاي خفف الكرش. توت توت توت. ما في شيء. هاي عملتها. قطروا. هذا بس هالنمون ما يعطون زيادة. هذا خلي عندي مرة ثانية. لا بس هذا هو ما يعطون زيادة. بيزات. بيع فلوس ولا بلاش؟ بلاش ولا بيزات؟ أعطيهم أعطيهم. بيزات. جرب. جرب إذا عجبت. إيه. عجبنا عيب. كان عيابكم يعطوكم عيابكم يلا انت مشهور؟ لا واحد اثنين حط لهم هذا واحد وهذه واحد والله هذا اكثر صبري هو ايش اللي قول عادل الاغنيه وياه قول الاغنيه وياه غني لها عادل اغنيه عن التوت هلو غني لي ما في قول الاغنيه مال التوت انت حينه يا توت شوف الكرش بعد بعد بكره يبي كمل 15 غرام خيبه واحد 15 ايه حلفي والله 15 حط لي نص لا لا بلاش لا ما شي بلاش حليلك انت بلاش بلاش احنا ما ندفع حليلك انت محمد اظهر 30 15 عن 15 عن هدى ما خصم شو هذا والله قلت لك شو الفرق بين القرى السنه هذه والعام واللي عام الاول هذه الهند وهذه مصر هيك اليمن شو هاي الاسم منتجه شو الفرق بينهن لو دخلت اي قريه من القرى نعم بتحصل منتجات الدوله اللي تحمل الاسم انزين وبعد والطرب والطرب كل فلكلور للدوله موجوده شوف انت نعم اكيد وين احنا نبع على سبيل المثال نبع اليمني اللي مساعدنا نحن فوق سمعناها بس اهم شيء انه يكون الجدول اوكي ان شاء الله ان شاء الله بنجرب كان لكم حظ تسمعون الطرب اليمني بتعماركم بوابه القريه اليمنيه من تدخل عاده تشوف ها بزرات اليمن وعطورات اليمن ودويات اليمن من القسط ولي عده ورد اللبندر والحلول والطبيخة والثوم والبزرات والدنيا والدويات اللي في العالم كلها كلها عندهم هذه اليمن يوم يقولون اليمن يعني خيرات الدنيا كلها السلام عليكم كيف حالهم الشباب حلوين هايين الله يحفظهم خروب ومروب والكركب وما ما في شيء ما موجود عندهم كل شيء موجود فهذه أرض اليمن بكبر هيت عندكم هذا ها بسباس والحبحر الحبحر والبسباس هاي ما يوجد إلا في اليمن ها هذا بعيان اليمن كل هاي يطبخوهن أنا عندي من هالأحجام عندي هذا وعندي اللي أكبر عندي هذا وعندي اللي أكبر أما هاي اللي شرات الطواجن ما بعندي هاي يطبخوهن زينات ترى حق الطباخ الخيبة هاي تكود يا ربي يدفعوني جيمته شو ما شاء الله تبارك الرحمن ما عصش من عيد تمام الشاب الياوي شو بقولكم ما شيء في الدنيا إلا هو عندهم بلاد كبر المحل وعسلات اليمن وهذا الطرق إيه ها الحين عاد بنرويكم الفنون هل اليمن بنرويكم فنون هل اليمن يلا أبو عثمان ها محمد يلا يلا طرب 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 يا هله البلد سلم على ليك جبت ام الولد يا عم منصور يا مروح
السلام عليكم. منو محمد؟ هذا ولد اختي سعيد بن مبارك. شو يبه؟ مسوي تليفون. يبه يسلم عليك؟ يسلم عليك. قال لي براك انت مشكور. صدقه. انت مشهور. شوفوا القرى كثيره منها الصين ومصر واليمن وهذه الاسر المنتجه، هذه الاسر المنتجه على الدخل ادخلوا عد وغلط. وهذه الحين بتعمل افغانستان وباكستان والصين والجزائر وتونس. المغرب كلها دول العالم كل جناح بجناحه كل جناح بجناحه تركمانستان افغانستان ماشي بمكان ما بيابينه وكلها بوي اغراضهم روحهم وفنونهم وضربهم واكلهم وشربهم كله عندهم موجود اللي ما بيقول اسمه بمسح الفيديو انت محمد انت الله بنات منو والله والنعم
دول الخليج السنة مريودين في بقعتهم وحدة دول الخليج، هذا قسم كامل هل الكويت وهل البحرين وهل قطر وهل السعودية وهل عمان وهل الشرق وهل الغرب كلهم أبوي ما شاء الله في مكان واحد، كلهم مكان واحد. الخليج حاطينهم كذا مكان، هذا واحد وهذا اثنين شيء ثلاثة أربعة ترى مواقع وكلهم ما شاء الله فلين عينهن على دول الخليج. مزارات يمي اللوادي، شوفوا مسايد للحريم، مسايد للرجال، دورات مياه على أروع وأنظف وأعلى مستوى يدخل في 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 بالك أو أنك أنت مجرد تفكير تفكر فيه. دورات المياه اللي توجد هنا على أعلى مستويات كأنك جالس في فندق فايف ستار، من أروع وأنظف الأماكن. حاضر منكم يعلم القايد. أما المطاعم، المطاعم أرقاهن شيء للناس المتوسطين وشيء عليكم السلام. يا بالحق شو اسمك انت؟ سعيد عبد الرحمن. سعيد علي حمد عقيده المنصوري. والله والنعم والنعم. حالك كيف انت؟ علومك خير. ايش عندك من هالمهرجان الجميل؟ شو تشوف السنه؟ نتمشى. العام جيته؟ جينا شو اخير العام ولا السنه؟ العام اليوم السنه هذه والله زين. اكثر عن العام؟ اكثر عن العام. ايه اوكي حبيبي. ملبن ملبن ملبن
عندنا اللي في الأوركسترا قصيد حياة الشيخ زايد رح نطلع عليه. طالت عماركم من جميع أنحاء العالم من كل الدنيا يا فنون كل هياتنكم. جنبوسانا
عاد نحبها. كم شو اسمك الكامل؟ محمد علي. الله والنعم. نواف حبيب، يقولون المحمية السنة طبعانة من الأشياء الغريبة والفريدة. هي طبعاً في أشياء نادرة مثل موجودة. ولا خلي أفاجئ علي نسيت. أي طبعاً أحسن. وفي حد مختص هناك. المحمية أي حد يقدر يجيها؟
اي حد في ليل ولا نهار؟ كل زوار المهرجان نعم يجون الفندق. اسرار الحياه البريه في هذه المحميه في هذه البوابه. هذا حين حين نصور لكم شو الحسنه. من انت؟ سيف الشحي. ليش مخيب؟ سيف لا ابوي ويهب جميل يا سيف. الله يحفظك. شكرا. اسمع على سيف خلاص تبوي. سيف من وين تبوي؟ جمال ضبي ضبي عندها نمونة جمال. شوف كيف؟ الله يبارك عيني عليك بارد يا سيف. مصبح لا اله الا الله يا مصبح. الله يا الدنيا. تخيلوا ما شفته من سنه تظني 80 كنا متوظفين مع بعض في جهاز ابو ظبي للاستثمار سنه 79 شفتك اظني 5 سنوات لو 4 سنوات من عندها انقطعنا عن بعض. وينك انت؟ وين ارضك؟ وين سماك؟ شو عندك من العيال؟ متعرف؟ شو سويت؟ شو ما كله انا ما ادري. 50 سنة غايب انت عن الساحة. عيناوي صبح. عيناوي انا نعم عيناوي. ايه انتو عين انت عيناوي؟ ايه انتو كلكم عيناوية؟ اشكر فمك. ايه انا ما صاب الا العيناوي. منو حبكم ما بعيناوي؟ شوف اشوف الوجه عيناوي اصلي. اشوف اصلي اشوف منها اصلي. يا مرحبا ابو مصبح. يا مرحبا مليار وليس اهلا وسهلا. عاشت عين شافت حليب يا مصبح. يا ربي سنين اشوفك كل يوم في التليفون والله. ليه ما كلمتني وتلاقينا؟ ما في الرقم صراحه. الحين اعطيك الرقم. الرقم صاحب الرقم تحت امرك. الله يعطيك العافيه. يا مرحبا ابو مصبح. هذا واصل. هذا يكون هذا هذا واصل. هاي ذكر انت شو؟ شيتا. لا شمبانزي. شمبانزي ما يقول شيء؟ لا لا ما يقول شيء والله. لطيف لطيف بس لطيف مع الشباب. مع الفريق لا مو ما يبى الاطفال بعد. والله والله يحب والله بعده والله مو متعود. لازم تتاقلم يا شويه تلاعبه تقعد معاه يتعود. حليل حليل يبى يلعب شباب كذي. يلا عيب 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 عيب. لا اله سوي لك. يلا سوي ذكر. شوف سوي. يلا امسك. لا بس لا تجي. لا هو شديد. يلا شوفه. لا ما بيجي ما بيجي بيعور. يعور؟ ايه لانه ما يعرف حد للحين. مستوحش. تعال نتعرف عليك. ايه بس ما يستوحش. حليل حليل. شوف شوف يمسك التليفون. امسك امسك امسك. ايوه امسك. شفته؟ ما بعد بعد. بس قلت لك التليفون ما قدرت تمسك لي. يلا يلا تعسل مو راح. ايه ما تبغى تسلم؟ شوف شوف احلى شيء شاف شيء. لا صغيروني ما في دروس. لا والله صغيرون بعد حتى دروس ما ظهر له. والله يا مرحبا. والله مليار وليس يا مرحبا يا مرحبا. وابو عثمان عيد انت عيني عليك بارده. بيعشون احنا عازمنا يعقوب في مطعم. شو اسمه المطعم؟ مطعم الخيمه. زين من انت؟ اليتشي عليا. اسمك عليا؟ عليا اليتشي. اليتشي يا مرحبا بإليتشي. يا مرحبا بك. مبسوطه انت سعيده؟ 100%. الحمد لله. جاشة زايد يعني شغلة جميلة. لا والسنة شو تشوفين التطور اللي فيه؟ وايد أشياء كثيرة مختلفة عن شو اللي لفت انتباهك أكثر؟ طبعاً أسرار الحياة البرية. إيه. تكون من أندر الحيوانات الموجودة في العالم والحيوانات اللي منطردة. هني الحين. نعم. في عندهم تشاينا تاون عندهم شو من الأشياء اللي ما سووها قبل؟ في مطعم. هاي الكوفي اللي صار فوق. نعم. إيه. وهلا لازم هاي السنه لازم تون لازم. ان شاء الله الله يحفظك. شوف شوف ولد وليد هو شو سوى؟ عبك يا لك من هذا ورده. بغيت يقرم خشمه انا. اضحك 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 اضحك. انا اقول لك اضحك 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 اضحك. هاي ليلة
محمد أطلع محمد عثمان لا 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 محمد غاوي وين هدى يلا بدينا عمرك مسوي انجاز انا الحيه شلتها داخل شلت الحيه شلتها عادي عادي ما يدري شو مغطي ما يعد لا لا مغطي ديك جي محمد لا لا محمد جي بس جي جي لا محمد مغطي ديك ما والله ما يسوي شيء محمد ما يباني انا خلاص بنغير لك يعني غير لا هيا 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 والله صدقك اقول لك ايش ايش اسمه شي ابو طيب ما يقول شيء محمد لا تحط عليك انت ما يباني والله ما يباني شي بس ابغى احط اغطي دي الله 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 محمد ابو عثمان طالعه شو هو بيجي حش اسوي اباك تعال الله عليك والله يا محمد ما يقول شيء غاوي راكون للباينو راكون الباينو لا هن كلاب ولا هن قطاب ما تعرف لهن الضربان اللي نفس النمس اللي طلع لك كرات النمس هي ضربان يسموه وهذا شو هني تمساح الالبين وتمساح ابيض وينو في المي تغطت ورا تمساح ابيض تمساح ابيض هذه وين هذو ديله تمساح البينو ابيض هذا الديل تشوف هذا صغيروني هذا هو الديل هذا الديل سبحان الله وهذا شو هي هني مكاك هني لبن داخل لبن تعال لبن اسمه لبن قرد البكاك الابيض تعال غرفه كامله كلها غرفه الزواحف تماسيح صغار تماسيح كبار حنس عجارب عند أرجنتين تيجو حاطين أرجنتين كوها وهذا شو ما أعرف ما يبين المهم هذا أبوي مكان كان طول أربعة كلها زواحف السلام عليكم أبطيتوا علينا أبوي ما عليه زي ما صار لك الخير الحين الزيارة من متى لمتى الزيارة الساعة 4 إلى 12 شو الشيء الغريب عندكم هذه يا طويل العمر مجموعة فعاليات تحت مسمى أسرار الحياة البرية نعم قدمناها مجرد مهرجان الشحنان وثبت الهدف منها هي أصلا فعاليات تعليمية نعم الناس مدى ندارة الكائنات هذه والحفاظ عليها نعم هذا شو هني؟ سلاحف هذه مثلها حبة وحدة في الوطن العربي كلها هذه اللي هي قدامه لا إله لك شكلها سبحان الله هذه حبة وحدة في الوطن العربي هذه شو؟ هاي سلحفاة اليونانية هاي مش من النوادر يهني عندنا تحت اليالو فوت وهذه الألة دابرة يا طويل العمر هاي ثاني أكبر سلحفاة في العالم نوصل عمرها 180 سنة سبحان الله من النوادر جدا هذه الأفريكان سنكاكا ثالث أكبر سلحفاة في العالم ما شاء الله أنت كيف ملم بهالمعلومات كلها أنا يا طويل العمر صغري هذه هوايتي أحافظ عليها وأكاثرها أنا جيتك المزرعة لكن ما صورنا لا ما صورنا على اساس ما نصور ما صور اسافر بعد ان شاء الله ما دقيتولي دقيتولي لا انت الحين انا جيت هاك اليوم وقلتولي بتقول لي تيلف ما احب منكم دق لي سامحنا ابو محمد انا انت كنت مسافر ونحن متابعينك وما بغينا نشغلك معانا لا اله الا الله الشتاء ان شاء الله يزين الجو باذن الله بنكون معانا ان شاء الله الحين هذا شو هاي يا طويل العمر اسمها سنو وايت تايجر هذه طفره جدا نادره في عالم النمور وفي وطن العربي كلها أربع حبات منها أنثى سيبيرية عمرها سنة واللي أنا جيت يوم أشوف أن هناك عندكم هاي الكبار موجودات ما شاء الله جميع طفرات النمور موجودات في المزرعة سبحان الله أيوة. سبحان الله 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 عندك آه إيه
يدحشون يدحش ديانة خافوا من الله تحيشات تعالي شو تاكلين تعالي يلا 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 ليش ليش زعلانة وليش زعلان ما يحاكيني وليش زعلان ما يحاكيني بسم الله هذه ما شاء الله فعالية اسمها طعام الحيوانات هي. هذا أكبر نوع من الماعز في العالم اللي هو ماعز البيتل وهذه الخرفان الأخزام من الجمهور أو العوائل تدخل هني تطعمها من هذه شو اسمه اكبر حجم اغنام اكبر نوع من الماعز في العالم ماعز البيتر سبحان الله من النوادر يعني وهني عندنا ماعز القزم اي سبحان الله ما يكبرن هاي لا وهاي هذا المهل الافريقي وهذه فلوه طفرة البينتو بعد تعتبر شوي من النوادر في عالم الخيول وهذه لا يطول عمر البقر الأقزام بقر أقزام هي نعم. ما يكبرن هي ما يكبر لا لا تحراه نهوش هي والله سبحان الله وهذا هني عندنا الغزال الألبينو الفلودير الأبيض الألبينو وين بلاده هذا هولندا أوروبا وهذه اللامع هذه الألبكة الثانية هاي البكة هاي شي بلادها هذه بعد صوب المكسيك من هناك أمريكا الجنوبية وهاي اللامة هاي هذه اللامة لا 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 وينو هذو هون يا مرحبا وين انت ابوي تعال 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 وين وينك بتعزموني عندكم في المزرعة والله انت اذا انت صاير مصر رد عليه هو صاير مصر لا لا صرت مصر سنة صرت مصر يومين لومتيل 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 لا لا رينتيل مكاو رينتيل من النوادر يعني الليمور حلقي الذنب هذا نمر له شو لو اسد له من عائلة الليموريات بس حبة منها العادي يرى يرى بيك يرى يرى ايوه خلى عني بطع عليك امسك الليش هذا من النوادر بعد محمد سبحان الله ما شاء الله اكثر ناس انتجنا في الوطن العربي كله عيل عندكم هذا تبارك الرحمن انتاجنا والله هنا. سبحان الله مختصين في عالم النوادر سبحان الله عيل عندكم اي ما شاء الله هذا انتاجنا هذا الذكر ايه وامه موجوده هناك في المزرعه سبحان الله ها هذا بوني بوني هذول حق الركوب نعلم الاطفال ركوب الخيل الحين اللي بي شو شو يستفيد من عندكم انتم هنا يستفيد يا طويل العمر عندنا عده فعاليات عندنا طعام الحيوان عندنا بيت القرود عزك الله وبيت السواحف ركوب الخيل بيت الزواحف كوفي النوادر فعاليه العنايه بالحيوان فعاليات اللعب مع الحيوان عده فعاليات جمعناها وكلها فعاليات تعليميه شكرا جزيلا طال عمرك الله يحفظكم شكرا شكرا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال لا والله ما قصروا الجماعة معك بغنى حبيبي المزرعة أنا وعدكم إني بس هاي عائلة هاي عائلة جاغو اللي صورناه شوي برا هي. الرينتين ليمر هاي عائلة جاغو تحكمها العائلة أنفا طبعا ايش معنى تحكمها أنفا هذا النوع من الحيوانات يسمونها أنفا يكون في قائد في المجموعة القائد القائد هني يكون أنفا شوف هي. أنت هي اللي تحكم القطيع جميل دوكم انا مكاك الصيني مكاك غرب الله في المكان يا مكاك ضيع لك شفت عيب عيب مو بعيب مو بعيب ليش ليش من برا خبري المعلومه هذا يا طويل العمر حيوان اللوك هذا الحيوان اللي يستخرجون يكرمون من فضلاته اغلى كوفي في العالم يطعمون القهوه هو ياكل بذور الكوفي هي. وبعدين عزك الله يستخرجون الحبوب من فضلاته تكون جودة الكوفي زادت عقب ما هو ياكلها شوف انت سبحان الله حيوان اللوك لوك هذا بعد هاي عيل عندكم لا 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 هذه الانتاج حد من ربعنا ها والله ايه ما شاء الله هذا تشوفونه هذا شيء من 400 طير هذا هو نمون كله 400 هذا موجود من ايام الديناصورات لين يومكم هذا موجود هو الوحيد من ايام الديناصورات ما
موجود ابوي من 400 واحد من هنا ابوي، هذا على ما تشوفون في مهرجان زايد للتراث بابا نهور بلا اسمه. آه من ايام الديناصورات موجود 400 حبة في العالم، واحد منهم موجود هنا يبي لكم اياه في مهرجان زايد. تعالوا طمشوا فرجة. ابو محمد يلا كرمكم الله. جمال هذا الكوفي مالكم شي ميزة عن باقي الكوفيات؟ اول كوفي من نوعه في العالم كله. ليش؟ هذا الكوفي يقتني حيوانات من نوادر العالم، او بنقول الطفرة نادرة جدا اللي هي طفرة الالبينو. كل الحيوانات الموجودة في الكوفي هذا حيوانات حاملة جين الالبينو، يعني حيوانات بيضة في اللون. منها صورت هنا كل الفريق مالك، كل الشباب هاي منو هاي الشباب عرفنا عليهم؟ محمد و... ومنصور وناصر وحميد كلهم ربعنا في المزرعة. ليش شفتهم أنا مرة واحدة؟ منو يدعمكم؟ نحن اسود ونمور. انا روحي شفت الحديقه اللي عندهم تخوف، يعني اظن يبالها كم تصرفهم في الشهر؟ اي والله يعني الحمد لله مش اقل عن 100,000 اتوقع. صادق مش اقل عن 100,000 يعني مزرعه ضيق. والله اني سرت هناك ما ودك تظهر، لكن ليش ما صورنا نحن؟ كان ورا السفره لمصر المره الجايه ان شاء الله نصورك بالهذا بالامور وبالتفصيل لهذا ان شاء الله. ان شاء الله تحت امرك مكانكم. هذه فعاليه جدا حلوه بعد العنايه بالحيوان. نعلم الاطفال كيف يمسكون الحيوان وكيف يتعرفون عليه ويعتنون فيه. الامور هذه اي نعم هي عندك على طول ابو محمد. اسمه قاقو. لما قالوا روح خل قالوا يعني محمد ايوه قم بس مره خلك هذا قاقو. هذا قاقو قمر محمد عثمان. قال والله محمد عثمان عنده هناك مركب منه ترى على الخيل راكب هدى احلف والله. والله حلو هذا والله الله خبر عليك خلا عاشه والله يا سلام. بعد تعال 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 يلا 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 شوف العالم بعد الساعة كم؟ 10:30 الليل. شوف العالم شوفوا 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. هدف جميل الناس تتريا من حول لين حول. اللي صورنا لكم إياه اليوم ما يجي 1% أو 2% من كمية الأشياء الجميلة هذه.